لو كان هؤلاء يضعون الكمامات لتنفيذ نشاطات تخريبية لتلقفتهم قطر وفتحت لهم الأحضان ومنابر الإعلام وخزائن المال، غير أن محنة الطلاب اليمنيين والسودانيين والعرب العالقين بمنبع فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية لا تعني قطر، فليسوا نشطاء من الإخوان أو جماعة سياسية متطرفة يمكن استغلالها لخدمة أهداف قطرية. لو كانوا رعايا غربيين بأيدي جماعة إرهابية لا تدخلت قطر، فتلك فرصة لاستغلال الجماعات الحليفة للتقرب من دول الغرب القوية، إذ أن منطق القوة للأخوة هو الأجدى على ما يبدو لدى السلطات في الدوحة. تلبية الإمارات لنداء العالقين في ووهان لم تتأخر، وتم نقل عشرات الرعايا العرب وإنقاذهم من ظروف الوباء المزرية إلى أبوظبي، حيث كان كل شيء معدا لاستقبالهم بعناية فائقة، ونقلوا فورا إلى مدينة الإنسانية كما أسمتها الإمارات لقضاء فترة الحجر الصحي في ظروف مثالية ووفق أرقى المعايير الدولية في الرعاية الطبية. فرحة العائدين من الصين كانت بالغة، ولم يعادلها إلا درجة الحفاوة الإماراتية وفخر الإنجاز بإنقاذ العرب من محنتهم. العناية الإماراتية بالقادمين من ووهان الصينية لم تقتصر على الجانب الطبي، فتجربة العيش مع كورونا مرعبة بالتأكيد، ولابد للخارجين من بؤرتها أن يحظوا بإعادة تأهيل نفسي وبلمسة إنسانية خاصة، وهو ما لم تغفل عنه الإمارات. مرحبا بكم على متن رحلة الإمارات وطن الإنسانية. حتى أن كل واحد ممن تم إجلاؤهم وجد في غرفته رسالة خاصة باسمه من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد شخصيا، وتلك لفتة تغني عن بقية تفاصيل الضيافة الخاصة. بصراحة يعني بعد هذا الكلام الكبير أعجز عن التعبير، هذا الكلام يعني يعني الكثير ويعني لكل الطلاب حاجة مرة كثيرة. يعني شكرا من القلب لمحمد بن زايد آل نهيان. أنا والطلاب كلنا حاسين إنه إحنا في وطننا وفي بيتنا وبين أهلنا. هذا الشيء يعني مو غريب عليكم، ولا هو غريب على أهل الإمارات، ولا هو غريب على ناسا.